في المطاعم الإسرائيلية، وأوصت شكيد بإضافة 500 تصريح ليصل بذلك عدد التصاريح إلى قرابة 2000 تصريح. جاء قرار الوزيرة الإسرائيلية على خلفية توصيات لجنة الداخلية، والتي أشارت إلى نقص حاد في اليد العاملة في المطاعم الإسرائيلية. للوقوف أكثر حول ذلك انضم إلي مراسل اي 24 نيوز فراس حسن من مدينة رام الله. أهلا ومرحبا بك فراس. بداية يعني ونحن نستمع إلى قرارات وزيرة الداخلية الإسرائيلية والمعروفة بمواقفها اليمنية، هل هذا يأتي ضمن خطة الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بتعزيز الاقتصاد الفلسطيني وأيضا دور السلطة الفلسطينية من أجل إثبات الأمن والأمان؟ نعم أبدهم، يبدو أن الحكومة الإسرائيلية تسارع في تقديم تسهيلات اقتصادية للفلسطينيين خوفا من تصاعد الأوضاع في الضفة الغربية وتفجير الأوضاع وخروجها عن السيطرة، خصوصا بعد الأحداث الأخيرة التي حصلت في منطقة نابلس. وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شكيد أعلنت عن زيادة حصة العمال الإسرائيلي الفلسطينيين في مجال المطاعم الإسرائيلية، وبالفعل وافقت على منح 500 تصريح عمل إضافي، وبالتالي يصبح مجموع هذه التصاريح 2000 تصريح. جاء هذا القرار بناء على المعلومات التي تشير إلى نقص حاد وعجز في الأيدي العاملة في مجال المطاعم الإسرائيلية، واستخدام الأيدي العاملة الإسرائيلية أدهم تتطلب دفع رواتب عالية. لا ننسى أيضا أدهم أن حكومة نفتالي بنت للمرة الأولى قررت منح 500 تصريح عمل للفلسطينيين في مجال التكنولوجيا الإسرائيلية الفائقة المعروفة بالهاي تك داخل إسرائيل على مدة 3 سنوات، وهي كانت محظورة هذه المهن على الفلسطينيين للعمل داخل إسرائيل. يقف هدف حيوي آخر أدهم وراء هذه القرارات الإسرائيلية، وهو الهدف الحكومة الإسرائيلية، وهو عدم انهيار السلطة الفلسطينية، خصوصا أن السلطة الفلسطينية تمر بأزمة مالية خانقة. كيف يقبل الجانب الفلسطيني الفترة هذا القرار من شأنه أن يساعد في تعزيز هذا الاقتصاد الفلسطيني ولو بنسبة بسيطة أدهم؟ نعم فراس، يعني من جهة نحن نشاهد بأن الحكومة الإسرائيلية تقوم بمنح التصاريح للعمل الفلسطيني، في المقابل يعني تصر على عدم فتح القنصلية الأمريكية في مدينة القدس. يعني كيف يقرأ الجانب الفلسطيني هذا التناقض؟ نعم، هناك حالة من السخط في الشارع الفلسطيني حول تأجيل الحكومة الإسرائيلية إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس. حكومة بايدن أشارت بأكثر من مرة لإعادة فتح القنصلية، وطالبت الحكومة الإسرائيلية لإعادة فتح القنصلية الإسرائيلية في القدس. كان هناك تخوف من حكومة نفتالي بنت بسبب تأجيلها المتواصل لإعادة فتح القنصلية الإسرائيلية الأمريكية في القدس، ولكن في الفترات السابقة القليلة والأيام القليلة الماضية كان هناك زيارة لوفد أمريكي رفيع إلى إسرائيل، وزار أيضا رام الله، وكانت هناك تصريحات من إسرائيليين ومسؤولين إسرائيليين بأن هذا النقاش اللي كان الذي كان موجودا كان جيدا وكان أكثر مما يتوقعون من جهة الجانب الأمريكي في مجال الاقتصاد والأمني الذي يخص البلدين الإسرائيلي والأمريكي. وصلت الفكرة، أشكرك جزيل الشكر مراسل اي 24 نيوز فراس حسن من مدينة رام الله على هذه المداخلة، شكرا لك.